نقطة حاجة. طيب طبعا هوقع فين النمبر 3؟ يعني موضوع شوية تقيل، وكما قال فريدريك جاوس قال لك ان الماثماتكس كوين اوف ساينس والنمبر 3 كوين اوف ماث. تمام؟ وهي من الحاجات يعني الحقيقة انها تقيلة، تلاقي كلامها قليل بس بتصدع. انا عايزك لما تيجي تذاكرها ما تعرفش على الكلام عادي كده. كل سين بتقراها مرة واثنين وثلاثة وتحاول تتخيلها مرة واثنين وثلاثة كده براحتك خالص. انا مش هشرح المحاضره، انا هتكلم بس عن بعض الحاجات الاساسيه. اول حاجه خدناها ان انا لو عندي A divides B، تمام، ده معناه ايه بقى؟ ده معناه حاجتين، ان A factor of B وان AB is a multiple of A. وكلمة multiple معناها ان B بتساوي ان A مضروبه في رقم integer وليكن C مثلا. تمام كده؟ طيب خدنا بقى بعض الثيرمز اللي لازم نكون عارفينها كويس قوي. أول حاجة خدناها بقى؟ أنا لو عندي A divides B لسه في كلير لوجيك؟ لا. أنا لو قلت لكم دلوقتي مثلا for all A for all B لو عندي A divides B and ال A divides C كان إيه؟ كان implication صح؟ then إيه بقى؟ ال A divides B plus أو minus B. تمام؟ دي أول واحدة. بالمعنى إن أنا ممكن أجمع جنب التاني، صح كده؟ طب اللي بعدها إيه؟ لو أنا عندي هنا for all A for all B وأنا عندي برضه A divides B يبقى هنا for all C كام؟ for all C لو انا عندي A divides B يبقى ال A divides BC. اوكي؟ في مشكلة؟ رقم ثلاثة. يبقى احنا كده ممكن نجمعهم ونقول بس سيكونس. نعم؟ هو مش معنى ان تحت كده فور اوف سي ولا تحت كده؟ اصلا اسمعني سي دي جاية بس كده بيو سي. يعني اثنين ديفايدز اربعة يبقى اثنين ديفايدز اربعة في اي حاجة. مفهوم يعني. صح كله. واللي فيها برضه فور اوف سي. واللي ده ما لقيتش خطر، لقيت الست سي. صح. والبول سي. اوكي. عندنا برضه فور هول لو قلت بي، قلت بي يبقى فاضل فور هول اي وفور هول بي وفور هول سي برضه. لو انا عندي بقى الاي ديفايدز البي وعندي ال B divides C نقدر نستخدم من هنا ايه؟ ايوه ال A divides C دي كان اسمها ايه بقى؟ اللي هي ترانسفير صح؟ ترانسفير طبعا اثباتهم عليك طبعا يعني لازم تكون عارفها. مثلا الاخيره دي لو انا عايز اثبتها كده بسرعه يعني بشكل بس بسرعه لما يكون عندي A divides B يعني B بيساوي constant في طب و ال B divides C عمالي النهارده وال B divides C مع ال C بيساوي constant في ال B. لو عوضت بالظبط هيطلع في الاخر انت عندك يبقى A divides C يعني C يساوي two constants بالظبط في ال A. طيب حلو قوي. تعالوا بقى ناخد اول سؤال. شيت معاك ولا لا؟ لا. معقول انا حطيت علاء؟ لا علاء خلاص انا هخصمه بقى. لو عارف علاء يبقى طيب هم مرتين عادي. علاء شكلي مش مركز. انت عملت انتخابات اصلا ولا هو كده ولا استفتاء 93%؟ هنا بيقول لك بروف اور ذيس ترو. اهم حاجه الكورس انت خدتوه بعد الاسبريت فايه؟ الاسبريت هتسال بالك قوي يعني. بروف اور ذيس ترو. لو انا عندي A divides B plus C اقدر استنتج ان A divides B or A divides C. شو رقم حضرتك تبعت لنا شيء طيب؟ بعت لكم حالا بس انا ابعته له عليا هو حد معايا رقم. طب حضرتك ممكن تبعته لي انا معايا. بعت كده على الواتساب انا بعته له. ده هنا لي اسمع الحل اهو. دي صح ولا غلط الاول؟ تفتكر ايه؟ بس عشان نجيب امتياز بقى كده ان شاء الله. دي صح ولا غلط تفتكر؟ طب عايز كاونتر اكزامبل بقى. بعت لها عليا. بعت لها واتساب؟ اوكي. لو يجيب ثلاثة بس انا ما احفظش جدا بس انت شكلك كده بتقول صح.
مثلا اقول له ان 4 لغايه 1 زائد 3 ولكن ال 4 مظبوط لغايه 1 ان 4 مظبوط لغايه مين 3 فكر دي 2 الاثنين دول هيحصلوا واتس ايفن هتمشي مثلا 3 على 5 صح اي صح طيب انا ابعت لك الشيت دلوقتي الثانية كانت بتقول ايه بقى؟ معلش سؤال معلش حاجة بس قول يا احمد هو ليه كانت اور فوق واحنا خلينا اند تحت؟ ايه؟ معلش كانت اور فوق ايه؟ كانت اور اور ما دي اور هنا اند ايوه اند بقى انت ليه امتياز؟ جاوبوا بقى السؤال ده يقول لي فلوس الدنيا بتاعتها اور وانت اند قول لي ليه؟ يا نهار ابيض الصيف على الكليه سامحني يا شباب هي النوت بتاعت مش على النوت ماشي صح لان انت هنا انت تجيب كاونتر اكزامبل يعني دي فولس صح طب اخلي ايه بقى خليت ده ترو وطلعت ده فولس ايه بقى النفي بتاع ده تمام ايه فقلت يبقى ده اهو نوت دخلت على ديفايس وبعد كده بقت ثلاث تمام تيجي تسحب صح ودي هنا شوف يعني مش غير امتياز هو اللي جاوب أهلا بعتلك طيب رقم 2 هنا بيقول لي بروف ذات بروف ذات هنا بقى بروف يعني ايه صح؟ انا بعت الماتيريال يا شباب لو الـ A belongs to Z then A أو A plus 2 أو A plus 4 is divisible by 3 صوت حلو بصراحه يعني انت عندك الايه انتجر يبقى يا اما الايه يا اما دي بلس 2 يا اما دي بلس 4 هتكون divisible by 3 اعمل حركه دلوقتي انا فاكر عملتها الترم اللي فات في الديسكريت وبسمع الحركه البروف كده قلت انت حد تاني لو اقول ايه مظبوط يبقى ازاي؟ انا عارف هي مش كده متخلف بس هي الماثيماتكس يعني انت عارف بقى لها كده شويه حاجات. اقول له ايه ممكن تكون جزء باي 3؟ يبقى انا كده خلصت جزء من البروف تخيل؟ لو مش كده مش ده وارد؟ لو بقى ماشي نبدا بقى نشتغل. بس في الكومبليت ليست نكتبها يعني. يبقى ايه؟ ميبي ديفيزبل باي 3 يبقى انا كده خلصت. ده احتمال وارد. يبقى انت كده كلامك صح طب لو مش بقى ان انا بقى لو ال A مش ديفيزو باي 3 يعني 3 does not divide A ده معناه ايه بقى الكلام ده؟ نعم؟ تمشي هنا بس ما تخش جنب شويه لو ال 3 بقى does not divide A ده معناه ان ال A هتساوي 3 في some Q زي A زائد الار بقى كام وكام؟ كام احتمال؟ مفيش زيرو بقى. ما هي لو ار زيرو يبقى فعلا 3 ديفايد زي صح؟ يبقى الار هتبقى يا اما كام يا اما كام؟ يا اما واحد يا اما اثنين. يبقى عندنا كام كيس نشتغل فيها اثنين صح كده؟ تعالى ناخد كيس 1 كيس 1 وهي ان الار ايكوالز كام؟ 1 خلاص يعني ايه بتساوي 3 كيو زائد كام؟ افتكر هو السؤال قال يا ايه؟ يا ايه بلس 2 يا ايه بلس 4 تعالى كده نجيب ايه بلس 2 يبقى اذا الايه بلس 2 هتساوي 3 كيو زائد 1 زائد 2 بكام؟ ب 3 اللي هو هيساوي 3 في كيو بلس 1 ده معناه ان 3 ديفايد ايه بلس 2 يبقى كده كلامك صح ان ايه ما طلعتش بس ايه بلس 2 طلع اما لو طلع ان الار ب 2 ماشي انا هفكر في ايه؟ البروجي عشان نوت اتحسب انا انت نسيت السؤال بس ايه دي مشكله فعلا نسيت السؤال هو بيقول لي هنا لو الاي انتجر يا اي يا اي بلس 2 يا اي بلس 4 واحد فيهم هيكون ديفيزبل باي 3 فانا قلت له خلاص الاي ممكن تكون ديفيزبل باي 3 او مش ديفيزبل لو مش بقى فانا اثبتت في اول كيس ان هي لو مش ديفيزبل ده معناه ان انا لو قسمت ايه على الثلاثه هيطلع لي ريمينتر اكيد مش زيرو يا واحد يا اثنين لو ريمينتر طلع واحد يبقى ساعتها الاي بلس 2 هتبقى ديفيزبل باي 3 لان لما جمعت على الايه 2 فالمندر كان واحد اتجمع عليه 2 بقى 3 يبقى 3 ممكن اعملها بالايه في
بيجن هول برنسبل. البيجن هول برنسبل تمام. انا عندي ريمبر 1 و 2 على السي كيس. لا هنا لا. قول لي ليه بقى؟ قول لي ليه؟ لان انت في البيجن هول برنسبل انت عندك كام ريمبر؟ 2 صح؟ اشعارك ان الثلاث دول مش هيطلعوا نفس الريمبر. صح؟ عشان ما كنتش ساعتها هيبقى البروف يبدو صح بس لما تدقق فيه ممكن يبقى غلط. هنا البيجن هول برنسبل ما يمشيش. لان ممكن الثلاث ارقام دول اصل هو جايب لك ايه وايه بنص بنص يعني لما نلاقي ارقام معينه وانا مش عارفك بقى يعني انا لو على كده يبقى ايه بلس 1 وايه بلس 5 تمشي انا ما اعرفش على فكره ما اعرفش ما جربتش وايه بلس 1 وايه بلس 3 تمشي يعني البيجن برنسبل هيخلي الستيتمنت دي دايما ترو مهما غيرت في الاثنين ولا الاربعه وده غالبا مش هيكون صح انما هو بنلاقي ارقام معينه عشان تمشي فاهم فهيكون سؤالك طب ممكن الناس تطلع ثلاثه ممكن الثلاثه اصلا ما يكونوش ديفيزن ويطلعوا نفس الريمبر فاهم؟ طيب كيستو بقى هو ده كان بيكتب كيستو بقى لو ال r equal 2 بنفس الكلام بقى يبقى ال a هتساوي 3 q زائد 2 ساعتها هيبقى a plus 4 هيساوي 3 q plus 6 يعني ال a plus 4 هيساوي 3 في q plus كام 2 وبالتالي نقدر نستنتج ان الثلاثه ديفايد ديفايد بصوا يا جماعه معلش انا مش عارف هو دكتور ما كانش بيكتب حاجه زي دي كان بيحط قوسين ولا لا معلش حط قوسين وانا هقول له على الحته دي مش واخد باله بس انا هقول له عليه المهم جدا لان ديفايد زي الديفيجن اللي كان عندنا البريورز كانت ايه؟ الجو تركه في الاخر بلاش اقدر اكتبه انا مش فاكر هو الضرب كان الاول بعد كده الاسم بس المهم ان الضرب والاسم اكتر من الجمع والطرح فدي كده معناها ثلاثه ديفايد ايه وبعد كده تجمع اربعه صح؟ لا حط قوسين انا اتاكد من الكتاب اللي بيحط اقواس هتلاقيه في الشيت برضه مفيش اقواس انا هقول على الحته دي الامتحان هتلخبطك قوي لو هو بقى كان قصده فعلا ان هي ديفايد حته وبعد كده تجمع حته مش تاخد بالك فلازم تقول عليه طيب كده سؤال حل حتى عندي مشكله اسمك ايه؟ ايسم ازيك يا ايسم عامل ايه؟ تمام تسمع تسكيت يعني لازم تحترمه يعني هو تسكيت كان اخر الترم اللي فات كم تيم ولا خدت حاجه بعدها؟ كم؟ ما خدناش دراسه ايه؟ معقوله؟ هو تاخدها ازاي دي ان شاء الله؟ ده اهم حاجه في المسمس الدراسه دي تاخدوا حاجه اسمها الداج خدتوها؟ ما خدتوش فيها حاجه اسمها الداج دايركتد اي سي جراف خدتوها؟ طب الحمد لله بس طمنت عليك احسن كده انا ما ينفعش مثلا مهندس كمبيوتر مش عارف يعني ايه مثلا داج او حد يديك الجوريزم في صوره داج يقول له ايه ده؟ ايه البابلز دي وايه الاسهم دي؟ عيب قوي يعني عيب قوي على مهندس القاهره يعني طيب السؤال اللي بعد كده ده سؤال طويل سؤال رقم ثلاثه يا سامان بيقول لي بروف ذات اف اي اند بي ار اود ذن ايه بقى؟ 16 ديفايد A بلس 4 زائد B بلس 4 ناقص 2 في شغل في السؤال على فكره هو مش صعب ولا طويل بس يبقى لو الـ A والـ B اوت يبقى الاكسبريشن ده دايما انت عارف بس هو انت في علمك بيبعت لي شكل غير حل انا بقعد احل وافكر زي فانا بصراحه مش عارف هي صح ولا غلط ممكن يبقى في تايم ممكن مثلا يبقى السؤال بروف اور بروف عايز تاكد قعدت اجرب شويه ثلاث اربع خمس ست ارقام كام ليه تمشى دايما يعني قلت لا شكلها صح توكلت على الله وعملتها بقى طلع صح فعلا فنشتغل دايركت ومعظم الحاجات اللي فيها ديفايد دي هتلاقيها دايركت الفري كونترا بوستيف هات هنا واطلع نفي اللي هي صح نفي الديفايد ده مش حلو يعني قلت السوم 16 داز نوت ديفايد كده تحت نفسك بوسيبيليتيز بالعبيط تلاقي نفسك مش عارف تلمها فدايما هتلاقي معظم الكروس اللي فيها ديفايد دي طيب تمام خلينا نستبعد اي تغيير بروف تاني طيب انا خلاص اقول له لت ان ال A وال B بي اوت ما انتوا عارفين الجاي يبقى الجاي هيساوي كام؟ مثلا 2K بلس 1 وال B هيساوي كام؟ 2Q بلس 1 مفيش غير ان انا اعمل ايه تفتكر؟ انا راح اطبق الاكسبريشن ده ولازم يطلع لي بقى ايه؟ ما لازم عارف انا بدور على ايه؟ يبقى 16 دي ديفايد اول حاجه بتديفايد بس 16 فيرست نمبر 16 ديفايد هو 16 بعد كده بعد يعني مثلا 16 داز نوت ديفايد 15 صح ولا واحد لازم تعدي ما هو 16 بطالع صح
فانا لازم الاكسبريشن ده ادور على ايه ويطلع ايه بقى مالتيبلز اوف ايه بس انت عارف تدور على ايه يبقى انت دلوقتي عايز تبلوك ان الاي والبي في الاكسبريشن ده ويطلع لك كله حتى لو مجموعين على بعض مالتيبلز اوف 16 والا مش هينفع صح مش هيطلع كده للاسف ان في شغل زياده هنعمله طب تعال نجرب بقى اول حاجه احنا عايزين نجيب ايه وفور ايه وفور افكركم بيه بس كارت رايت لو انت عندك مثلا اسكي دي باور 4 اللي هو عباره عن 2k بلس 1 باور 4 المفروض احنا ده بيكون باور 4 بعد كده باور 3 بعد كده باور 2 بعد كده باور 1 طالما ده واحد اوكي ايه بقى الكوفيشنز 1 4 6 4 1 الكوفيشنز 1 4 6 4 1 كاتبها هنا في الورقه تمام بس ايوه فاكره كنا بتعرف تجيبه يعني طيب احنا خدنا خدته في البيانات السيري من زمان اعدادي او فتره اعدادي يعني لازم المهم دي اصل انت بدل ما تقعد تفك دي اربع مرات او ثلاث دي واثنين تضربهم وتاخد وقت فيها دي كوفيشن 1 4 6 4 1 يبقى ده هيساوي ايه بقى؟ هيساوي 2k بلس 4 مضروب في 1 بلس 4 في 2k باور 3 زائد 6 في 2k باور 2 زائد 4 في 2k زائد 1 دي اسرع حاجه بس مش اسرع حاجه طيب بعد كده بقى نعمل ايه؟ 2 باور 4 بكام؟ هتبقى 16 كي باور 4 تمام؟ زائد 8 32 كي باور 3 لو تلاحظ دول ما فيهمش مشكلة صح؟ ده 16 في أي رقم يبقى 16 ديفايس ده وكمان ديفايس ده يبقى 16 صح؟ المشكلة في اللي جاي للأسف اه هيبقى عندك 24 شوف بقى هيبقى عندك 24 ليه؟ لا مش ده اصل في ناقص 2 فالبي البي باور 4 هتجيب لي 1 والاي هيجيبوا 2 ناقصين 1 كده يبقى هنا عندي 24 كي سكوير بلس 8 كي هي المشكله بقى في دول بلس 1 على طول بقى يبقى البي باور 4 بكام بقى؟ هنقلها زي ما هي واحط الكي يبقى هي 16 كيو باور 4 32 كيو باور 3 24 كيو سكوير زائد 8 كي زائد كام؟ هنجيب ايه بقى؟ زائد 1 يبقى عندنا بقى ايه باور 4 بلس بي باور 4 ناقص 2 هيساوي كام؟ طبعا دول راحوا مع الاثنين دي هيبقى عندك هنا ايه بقى؟ 16 كي باور 4 زائد كيو باور 4 زائد 2 كي كيو زائد 2 كيو صح كده؟ ده كده اهو طبعا ده بالنسبه لي مفيش اي مشكله ده جميل ده 16 تحت فهمت تعالى بقى هنا هيبقى زائد اه ده اخد 8 فعلا هنا هيتقال لي كام بقى؟ 3 هيبقى عندي هنا كي صح انا بقسم ده يبقى عندي 3 كي بلس 1 اه 3 كي بلس 1 في كي يعني انا كمان خدت كي مشترك وانا جوه خدت بالك انت؟ انا لما خدت 8 ده اصبح 3 كي سكوير زائد كي رحت خدت كي كمان جوه بدل ما اعمل خطوتين يعني ده هينفعني في بقى؟ ينفعني جامد جدا بس هنا هيكون في احتمالات في لو كي اود تلاقي ده ايفن ولو ده ايفن كده تمام؟ طيب زائد نفس الاكسس نفس ده بالظبط بس في كيو هيبقى عندي كيو في 3 كيو بلس 1 جميل كده؟ احنا بقى خدنا قلنا في اول سيكشن احنا عندنا لو الاي ديفايد بي واي ديفايد سي الاي ديفايد المجموعه اه دي استعملها هنا بقول له ان 16 ديفايد اول واحد ده اللي هو 16 في كل الاكسبريشن ده وهسمي دي واحد امسك بقى دي مشكله دي 8 طيب تعالى بقى ناخد ده كده على جنب 8 كي 3 كي بلس 1 زائد كيو 3 كيو بلس 1 عندنا احتمال عندنا اربع احتمالات بس في واحد منهم متكرر اللي هو دبليو ال او جي عندنا الاثنين اود الاثنين ايفن واي واحد فيهم اود والاثنين زي تمام يبقى عندنا هنقول له اف كي اند كيو ار اود بس ده معناه بقى ايه؟ هيبقى ال 3 كي وال 3 كي اود زائد 1 بقوا ايه؟ صح كده؟ بقوا اود في اود بقوا اود
يبقى 3 كي بلس 1 هيساوي مثلا 2 ام، و 3 كيو بلس 1 هيساوي مثلا 2 ام. طبعا انت خدت بقى ال 2 دي هتضرب في 8 هتبقى 16، خلص اول كيس. نعملها بقى، يبقى هتبقى 16 ديفايد 16، هنا ده كله هيبقى ام، والكي هتبقى ده كله هيبقى ام، صح؟ انا عندي هنا ايه؟ خليها كي زي ما هي مش قصه. زائد هنا بقى الكيو خليها زي ما هي، ودي هتبقى ان، وهسمي دي مثلا اي. حلو؟ تعالى بقى الكيس اللي بعدها. انا مش فاهم اهم حته، احنا اخر حته. انا عندي بقى 3 كي بلس 1 و 3 كي بلس 1 الاثنين دول ايفن، فقلت خلاص يبقى ده ب 2 ام وده ب 2 ام، فشلت ده حطيت مكانه 2 ام، فالاثنين بتاعه الام والاثنين بتاعه الام خدتها مشترك، فال 8 بقت 16. كتبت بقى الكي زي ما هي مش مهم، بس دي كلها بقت ام، اللي كانت ب 2 ام بقت ام بتغير برضه. نفس الكلام هنا، ده 2 ام بقى ام بس. معايا سماك؟ سماك بتاع الترم ده. وبص لما قعدت في الصف الثاني فرق معايا، الصف الاول ده ساعات بيبقى وحش مش فاهم، شوف انت قاعد مش فاهم اهو، ارجع ورا. طيب الكيس الثانيه بقى، اف الكي اند الكيو ار ايفن، طبعا دي هتبقى ستريت فورورد. خلاص خلي الكي ب 2 ام وخلي الكيو ب 2 ام بس، يبقى 16 ديفايد تبقى 16 هيبقى ام ب 3 كي بلس 1 زائد ان ب 3 كيو بلس 1 بس كده خلاص. يبقى دي كده هنسميها ايه؟ دبل ار. W زم نص of generality. F ال K is even and Q is odd. يبقى ال K ب 2 M و 3 Q plus 1 هو اللي ب 2 M. يبقى هي ايه؟ صح كده؟ بس يبقى كده تبقى 16 ديفايد. هيبقى عندنا ال K هنا في M في 3 K plus 1 وهنا هيبقى Q في ال. ايوه بالظبط. ونسمي دي ايه بقى؟ تريبل ار. يبقى فروم في 16 من 3 16 فروم اي ودبل اي وتريبل اي هيبقى 16 ديفايد 8 كي 3 كي بلس 1 زائد كيو 3 كيو بلس 1، وهسمي دي 2 واقول له فروم، وقت نسيت واحد اصلا، واحد اهي دي واحد اللي هو كان الجزء ده وده 2. اوكي يبقى فروم 1 اند 2 16 ديفايدز a باور 4 زائد b باور 4 ناقص. طويله شويه صح؟ بس مش صعب، بس مش صعب. سؤال رقم 4 هو الدكتور سامي كام درجة كده حطهم بونص؟ تحبوا تجربوا انتوا في 4 تحطوا عليها بونص؟ زي التربية اللي فاتت ولا حدها على طول نص؟ اربعة ولا عشرة؟ طب استغل مفيش ناس كتير. ولا البونص هياكل الكيلو وبعد كده هنزلوا الكيلو ونخففوا على الناس. يا البونص. والله سهلة خالص. سؤال رقم 4 في الشيت. أوف. أوف. This proof. لو A divides BC يبقى A divides B أو A divides C. شوفوا عندهم مش لازم الظهور يا priority على الكومبليكيشن. يلا. كنا عارفين ان العكس اصلا احنا خدناه صح؟ احنا خدنا العكس تقريبا. خدنا ان لو عندي A divides B يبقى A divides B في اي حاجه. انا عندي حقق لو ضربت في C
اقدر اجيب بيه ده صح؟ يعني العكس يعتبر هو السيري اللي احنا خدناه، انت معايا؟ صح مش كده؟ فهو العكس كان شغال، هو بقى هنا عكسها. طب دي كانت اول مره حليتها، مش احنا قلنا لو اي ديفايد سي بي واي ديفايد سي بي ديفايد المجموع. طب اول سؤال في الشيت كان العكس، قال لك لو اي ديفايد بي بلس سي زم اي ديفايد بي او اي ديفايد سي، وجبنا ايه؟ يعني هو بيعكس السيري، بس السيري مش قايل لي اف اف بس، دي نفس الكلام دي غلط. حد بقى اديتها صح؟ غلط صح؟ جبت صح؟ يعني جبت ايه بقى كده؟ جبت ايه هو؟ هي صح؟ لا يا غلط. هو العكس بتاعها صح. انا لو عندي ده ده عندي، ولو عندي كمان ده ده كمان عندي، ده عادي. اللي هو بضرب ده في رقم مفيش مشكلة. انما كده بقى ايه بقى كاونتر اكزامبل مثلا؟ وكان محدش عمل ده، حد عمله؟ لو الاي بي 2 لو الاي بي 2 والبي 3 والسي 3 لو الاي بي 2 والبي 3 والسي 3 الاي بي 2 معتزله لا دي انا الاي بي 4 والبي 2 والسي 3 ايوه هي دي صح كده انت عملتها كده تمام تمام هي دي صح بصراحه في حاله واحده بس في المحاضره بتاعتها لو الاي برايم نمبر بس لسه هاخد يعني الجمله دي ان جنرال عارف انت تقول لك ان جنرال هي غلط ممكن بقى تحط خط كونديشن تبقى صح ايه كونديشن ايه تكون برايم نمبر يعني ايه مثلا تبقى 7 3 13 13 2 على 3 فبالتالي نفعت 3 على 3 وممكن على 3 انت جربتها برايم نمبرز فنفعت شفت بقولها دي صح اصلا كونديشنز ان الايه ده يكون برايم نمبر عشان لسه ناخد حاجه نحط بيها حاجه اسمها برايم فاكتورايزيشن قصص كده طيب بس هي جنرال يعني او غلط جنرال ممكن مثلا اقول اللي هو المثال بتاع باشمهندس 4 ديفايد 2 في 2 ولكن 4 بلس 2 ديفايد 2 لو عايز مثال تاني احسن تقول لي مثلا ايه يقول لك كله بيساوي بعض 9 ديفايد 45 45 دي 3 في 15 ولكن بط 9 بلس 2 ديفايد تعالى نكتب لك دي احسن هنا 3 في 15 ولكن 9 فوق اند 9 بلس نوت باي 15 معايا يا اسلم اسلم محدش خد الفوز حاسس كده كنت بتمشاها صح صح؟ كنت عايز تمشاها صح لا انا قلت عند التلفزيون انا عوضت ب عوضت بانت يعني عوضت فتحت الايكويشنز يعني وبقيت لما وصلت ان ده هيبقى ديفيجن على عوضت بالبي سي والبي والسي انت عوضت بحاجه جربتها؟ بالبرنامج شغال بالجوز لسه؟ اه انت كنت شفت انها صح تمام انا حاولت كده خلصنا الجزء بتاع الديفايس او الديفيجن نخش على الكونجرنت ريليشن ولا؟ اه ولا؟ هما 5 و6 و7 3 اسئله طيب اولا طيب احنا المره الجايه هناخد في الاكسر ساين نمبر صح؟ اه دكتور كده اه وانا برضه هحل على البرايم نمبر اللي هو اخر ثلاث اسئله في الشيت لا ده بقى اه ده خلايا اولى اه عمال يفكر عايز امشي من هنا رمح منطقي بصراحه احنا اكيد المره الجايه الاولى اكيد كتير ان شاء الله والله فعلا مش حد على بالي يعني انا فاكر الدكتور النهارده كان اه هو قاعد يشرح الجداول قاعد يحكي الجداول تاخد وقت طيب الجداول كان بيستخدمه في الامتحان يعني جبنا طيب خلاص ما انا لو حليت دلوقتي المره الجايه هحل على البرايم قبل المحاضره في المحاضره بتاخد الاول بصراحه ايه بلاش على فكره هو مش هيشرح برايمز بس هو هيزود عن البرايمز بس مش عارف انا عارف انا قصدي يعني مش كده مش تتكرر تاني هي بس اولى مره دي دلوقتي لو احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا لمبه بتقول ايه؟ ان ايه
and B. Have the same revenue. When the point boy M, if and only F, and the M divided A must be part of the can be expect from all effects. بس هو ده المثل بتاع الكونفلكس. لان طبعا لو الـ A والـ B دي نفس الريمندر لما بطرحهم الريمندرز بتروح مع بعض صح؟ فيبقى لي رقم في الكيو. حد هنا ذاكر المحاضره ولا لا؟ المهم قوي انك تذاكر المحاضره بالسكشن عشان لما اقول حاجه زي دي خلاص انت اخدتها قبل كده فانت متصور معايا. يعني لما اقسم الـ A على الـ A على الـ M في ريمندر R1 والـ B على الـ M وفي ريمندر R2. لو R1 بيساوي R2 لما تطرحهم مش الارات هتطرح من بعض وتمشي يبقى لي ايه؟ رقم في الام مش الكيو بقى رقم في الام صح؟ فدي اكيد صح؟ طيب لو احنا عايزين بقى نعبر عن دي بشكل تاني بشكل مختلف الحقيقه مش دي بس لا الشكل ده وكمان احنا هنقول هنا ان الـ A والـ B ليهم نفس الريمندر لما اقسمهم على ام عشان دي مهمه قوي تمام؟ لان عندي رقمين لو قسمتهم على ام هما نفس الريمندر فدي بروبرتي حلوه كويسه نتكلم عنها نفس الكلام انك تقول ان الـ M divides A minus B ده معناه ان الـ A والـ B دول مشتركين في حاجه ايه هي؟ دول ليهم نفس الريمندر ليهم حاجه تجمعهم هو ده الكونجرنس ريليشن يبقى انا دي بتترجم على طول يبقى لو الـ M divides A minus B ممكن تكتبها ان الـ A لها علاقه بـ B ولازم تكتب بقى اللي بيمثل العلاقه دي ايه هي؟ ده بالنسبه للـ M او لو قسمتهم على ام هتلاقيهم ليهم نفس الريمندر ولا اي استمرت بي موديل ام تمام مهم قوي تبقى عارف المعنيين في دماغك ان بعض الاسئله عشان تثبتها لازم يفتغك معلومه ان يوم بي ليهم نفس الريمندر وحاله ثانيه في اثباتات ثانيه يبقى في دماغك لازم تكون معلومه ان دي بتترجم من ايه بتفات الصح يعني هتلاقي اثباتات ماشيه كده ماشيه كده لازم تبقى عارف المعنيين في معنى ثالث بس انا شايف يعني اللي هو عادي مش لو انا عندي ام ديفايدز ايه ناقص بي معناها ان ايه ناقص بي بتساوي مثلا كي في ام بيعدي في الناحيه الثانيه يبقى ايه بتساوي بي زائد كي في ام هنقول لك ايه لو ايه اسكوبرن تو بي مودلو ام ده معناه ان في سكيلر اسمه كي ما صارش ده تحقق دي يعني انت تحسها بعيده شويه ما دي اصلا هنا يعني لو هستعمل كي يبقى هستعمل كي هم دول اهم اثنين دي وحته ان بي وبي ليهم نفس الريمندر تمام؟ مش قوي يعني كده عرفنا ليه الكونجرنس طب اديني كده رقمين اديني اي وبي واديني ام بحيث اعرف اكتب دي ارقام اديني كده امثله لا استنى انا حددت لك انا الام 7 و 2 انا حددت لك انا الام بس بس مش لازم تحدد 2 نعم لا لو سمحت انا عايز حاجه على بعضها تقول لي كذا اسكوبرنت وكذا موديلو كذا يلا 7 2 5 7 يا احمد 7 كونجرس ايوه اسكوبرنت يعني 7 اسكوبرنت كام؟ 2 2 موديلوس موديلوس كام؟ 5 5 طب عايزين نتاكد ان احمد صح سريعا كم نطرحه؟ طرحهم خمسة؟ خمسة ضد خمسة فهو صح. أو سبعة على خمسة فيها واحد ويتبقى اثنين، اثنين على خمسة فهو الصفر ويتبقى يبقى هو صح، فالأسهل الأسهل طرحهم. يبقى دي صح. ليه بقى؟ لأن خمسة ديفايد سبعة ناقص اثنين. بقى أفضل شوية؟ أحسن شوية، كويس. انا عارف ان الدكتور لسه المحاضره صوره في دماغكم وقال اثباتات فانا هقولها على طول دلوقتي لو عندك ايه اسكونجر تو بي موديلو ام مش ممكن نقول ان ايه زائد سي اسكونجر تو بي زائد سي موديلو ام بص انا عارف ان انت شفت الاثبات واقتنعت بيه بس لا انا عايز نعمل الاثبات احنا في حاجات احنا بنمشي اثبات خلاص هو الاثبات جابها لنا في حاجات برضه اللوجيك ساعات بيجيبها لنا دلوقتي انا عارف ان الاي والبي ليهم نفس الريمندر صح؟ لما زودت على الاثنين سي بس سي لما تقسمها على ام هتجيب ريمندر معين فانت زودت ريمندر هنا وهنا خلاص يبقى التو ريمندرز ستيل ايه؟ ايكوال نقولها تاني الاي والبي ليهم نفس الريمندر
لو زودت على الاي سي وعلى البي سي بتيجي تقسم الاي زائد سي او البي زائد سي على ام هيجيبوا برضه نفس المندر اللي انت زودت صوت في الناحيتين لما قسمته على ام هيجيب نفس المندر في الناحيتين مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب لو عندنا A is congruent to B module M وعندنا C is congruent to D module M جبنا حاجتين استنتجنا علاقتين ايه الاولى وايه الثانيه الاولى ان انا ممكن نجمع ال A على C صح والبي على D يبقى A زائد C is congruent to B plus D موديول ايه؟ فاكرين اثباتها دي؟ كان عمل ايه؟ هنا قال لك m ديفايد a ماينس b و m ديفايد c ماينس d وبعدين استعمل البروبرتي بتاعت الديفايد اللي هي m ديفايد حماده و m ديفايد حسين يبقى m ديفايد حسين وحماده حسين ازاي؟ طب الثانيه كانت بتقول يبقى ac is congruent to bd موديول m دي مثلا اثبتها ازاي؟ ايه؟ بس هيك اثبتها كمان طيب هناخد دول دايركت برضه هنا هيبقى عندنا ان m divides كام؟ a minus b and ترجم دول هنا ال m divides c minus d في مشكله كده؟ طب انا عايز اجيب ايه؟ ac لو ضربت ده في سي مش من حقي ده بروبرتي ديفايد ضربت ده في بي مش من حقي بس انا من حقي كمان اقول الخطوه اللي بعدها هيبقى ام ديفايد اي سي ناقص بي سي ان ان ديفايد بي سي ناقص بي دي طالما ام ديفايد زي حماده وحسين يبقى ام ديفايد اجمعهم كده بقى يبقى ام ديفايد اي سي البي سي مع البي سي وده قال لك ايه ناقص البي دي طالما ام ديفايدز بتروح حاجتين يعني ايه بنفس الريماندر بتقسم على ام يبقى اذا استنتج هنا على طول ام اي سي از كونجرنت تو بي دي مودول ام مش صعب سهل صح كده؟ كده احنا اثبتنا طبعا دول مش لازم دول في الكومنت سيس تكون مقتنع بيهم بس في اثبات جاب دول الاولانيه كانت سهله يعني اوكي؟ اتفضل يا باسل تاني واحده دي بلس اور ماينس لو انت فاهمه الاثبات مش كنت سالت السؤال ده الاثبات ده كان ازاي؟ لا نعملها بقى ايوه كنت بزود سي من ناحيتين اطرحي سي من ناحيتين صح؟ طيب بس هو سؤال منطقي انا ما عملتهاش كنت بسال عليها طيب هم دول بتوع الكون تعالوا بقى نحل شويه اثباتات اقول لكم مثلا على حاجه انا استفدت بيها مثلا في النمبر ثيري هي البرايم فاكتورايزيشن انا عارف في الماجستير بقرا ماتريكس مثلا 30000 في 30000 حلو وبعدين انا بعمل حاجه اسمها بلوك الجوريزم بحط الجوريزم عارفين يعني ايه سكيلر او بوينت الجوريزم او بوينت الجوريزم الكود لو هي ماتريكس انت الكود شغال على ارقام جوه الماتريكس البلوك باخد ده البلوك على بعض اشتغل عليه فالاوبريشنز مثلا لو انا كنت بقسم على رقم مع البلوك بضرب في الانفرس بتاع ماتريكس واخد بالك لو كان في كده برودكت بيتحول ايه ماتريكس ماتريكس المهم يعني فانا البلوكس دي بقى لازم البلوك يديفايد مين الماتريكس دايمنشن يعني مثلا واحد تفتح 30 تحت 30 الف هل ينفع اخد البلوك يعني اقسم الماتريكس بلوكس يبقى البلوك مثلا حجمه 17 17 لا هو البرايم فاكتورايزيشن 30000 5 في 5 في 5 في 5 وبعد كده 2 باور 3 تقريبا حاجه كده يعني تمام فلازم انا بقى انا بقى بعمل الكود بتاعي الاول بعمل كود بيجيب لي البرايم فاكتورايزيشن بعدين باخد بلوك كان على اساس ان الكاش مولي تتمال على الاخر يعني انا عندي ابر ليميت الكاش مولي الجهاز اللي انا شغال عليه بتاخد ماتريكس حجمها 724 في 724 انا بقى كنت بعمل ايه؟ اقول له انت تعمل لي برايم فاكتورايزيشن حلو وبعدين اخد اكبر رقم طالما انت تاخد من البرايم فاكتورايزيشن يبقى انت واثق ان الرقم اللي بيطلع ديفايس ب 30000 اكبر رقم بحيث يبقى قد الكاش يبقى انا عندي تو كونديشنز يبقى يجيب لك كاش على قد ما يقدر في نفس الوقت يديفايس ب 30000 من غير بقى البرايم فاكتورايزيشن انا اقعد اجرب ينفع؟
ينفع اعمل الجوريزم يقعد يجرب ممكن يقعد يجرب 100 سنه صح؟ فدي بس حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا هشام استفدت بيها. معني مش بتاع ما يعرفوش هو قال لي انت ازاي خدت بوكس سايز قلت له عملت برايم فاكتورايزيشن للماتريكس دايمنشن في الجوريزم بيعمله صغير كده كل شويه وعندي ال2 كاش معايا حجمها قد ايه وعملت يعني سطرين ثلاثه كده الجهاز لوحده بيجيب البلوك سايز معايا ال2 كاش ومعايا البرايم فاكتورايزيشن مع الاثنين دول يجيب البلوك سايز الاوبتيمال عشان يبقى الالجوريزم اسرع ما يمكن. فدي يعني انا بس بقول لك الحاجات اللي انت ممكن في الشغل تفلع عن زميلك انك عارف معلومه صغيره جدا زي دي. تعالى بقى نتكلم عن الاثبات بالكونجرنس ريليشن. بيقول لك شو ذات شو ذات ان لو الـ دي انتجر ذن الـ m squared is congruent to 0 or 1 modulo 4 اوكي زي ما قلت لك والكونجرنس زي الديفايس معظم الاستات بقى دايركت مش هتلاقي كونترا بوست بتاع او حته انك تفهم في الكونجرنس دي مش كونترا فان شاء الله دايركت خلاص يبقى الام نقص زد يا ايه ايه بقى كيس اقصد الحمد لله الحمد لله ان انا شايلين نقص يبقى اصلا ما عندناش ده بس دي نقص ده انت شايف بس يبقى الام زد الام نقص زد يبقى عندي كيس 1 ان اس اوت يعني الان بتساوي كام كي بلس 1 ده معناه يا سامح بقى الان سكوير بكام 4 كي سكوير زائد 4 كي زائد كام زائد 1 حد يعرف ان الخطوه اللي جايه تبقى ايه هنستعمل بروبرتيز بتاعه الديفايس دلوقتي لا بلاش ممكن ما استعملهاش دلوقتي ممكن اقول له ايه بقى طب احنا طريقتين استنى استنى عشان لسه الكونجرنس ما دخلش دماغي اهو هستعمل الكونجرنس في الديفايد واستعمل الكونجرنس انا عايز اثبت كمان ان الام سكوير اس كونجرنت بكام؟ زيرو ده معناه ايه؟ ان او واحد ده معناه ان الام سكوير والزيرو ليهم نفس الريمندر يعني الاربعه دي ديفايد الام سكوير لو زيرو طب لو واحد يبقى الاربعه ديفايد الام سكوير اس واحد صح؟ مش ده معنى الكونجرنس في الديفايد معايا ما هو هنا الريمندر تعالى بقى هنا تعالى بقى هنا انا عندي الاربعه ديفايد 4 كي سكوير واربعه ديفايد 4 كي طب والواحد ضرب ده هيجيب لي الواحد ده صح انا عندي هنا 4 ديفايد 4 كي سكوير عارفه في الكونجرنس بتاعنا ازاي هقول له 4 ديفايد 4 كي سكوير ناقص 0 يعني 4 كي سكوير از كونجرنت تو 0 موديلو 4 واستعمل بروبرتيز بتاعت الكونجرنس اللي هو بقى ممكن اجمع والكلام ده اوكي بس خلينا كده الاول يبقى كده 4 ديفايد 4 كي سكوير و4 ديفايد كام؟ 4 كي صح؟ طب الواحد الواحد صفر 4 ديفايد الواحد لان الواحد على 4 خلاص صفر بقى واحد دي سهله يبقى في يبقى انا لو قسمت ان سكوير على 4 هيبقى لي ريمندر كام؟ واحد صح؟ صح؟ طالما ال n سكوير قسمتها على 4 جابت لي ريمندر واحد. ده معناه دايما الرقم والريمندر هما كونجرنت ببعض برضه. ده معناه ان ال n سكوير از كونجرنت 1 موديل 4. مش كده؟ صح؟ صح ولا لا؟ بس يبقى كده n سكوير از كونجرنت 1 موديل 4. الافضل بقى الاحسن الشياكه بقى كنا عملنا بالكونجرنس على طول. اقول له ايه بقى؟ انا عندي ايه سكوير بتساوي 4 كي سكوير بلس 4 كي بلس 1 تفتكر كده الكونجرنس ايه العلاقات بتاعتها؟ بص هنا كده لو عندي اثنين كونجرنس كده ممكن اجمع ده على ده واجمع ده على ده انا هستعمل دلوقتي حالا تمام؟ يبقى عندي 2 على فكره او اكتر ممكن تعممها بتجمع اللي بره على اللي بره واللي جوه على اللي جوه طبعا نفس الموديل وهم صح كده؟ دي بقى ممكن هنا اعملها ازاي؟ هاخد ده وكل واحده من دول انا عندي بقى دي اشتغل كتير ال 4 كي سكوير از كونجرنت تو 0 موديل 4 بكل بساطه 4 ديفايد 4 كي سكوير ناقص 0 4 كي سكوير از كونجرنت تو 0 موديل 4 نفس الكلام مع 4 كي هيبقى 4 كي از كونجرنت تو 0 موديل 4 واخيرا في الواحد الواحد
اس كونجرنت 2-1 موديل 4 هتشغل البروبرتيز بتاعت الكونجرنت يبقى هتجمع كل دول وهتجمع كل دول يبقى كل ده اللي هو ام سكوير وكل ده اللي هو ام 1 تمام طب كده خلصت لا عايز اغزير لا يعني ده انت بقى خدت الاوت الايفن بقى هو اللي هيجيب لي زيرو كيس 2 كيس 2 اف الان از ايفن ان سكوير ان هتساوي 2 كي يبقى ان سكوير هتساوي 4 كي سكوير واربعة كي سكوير is coming to zero موديلو 4 ليه؟ لان 4 ديفايدز الطرف اللي هو 4 ديفايدز 4 كي سكوير مين ده؟ ان سكوير بس يبقى فروم 1 و 2 يا انتم اللي انت قلته بالظبط يبقى ان سكوير coming to zero او 1 موديلو 4 طب دي برضو ممكن حد كده يفهمها لي شويه مش الاثبات معناها ايه ان ان سكوير لو ان انتجر يبقى ان سكوير كوجن 2 0 او 1 من 4 يعني اي رقم اي بيرفكت سكوير يقسمه على 4 ما يجيبش غير ترو ميندرز يا 0 يا 1 صح؟ كويس قوي دايما النمبر ثيري لازم تفهمه اكتر من طريقه لازم تقول المعلومه باكتر من طريقه لان هي مش حاجه سهله السؤال اللي بعده فاضل سؤالين احنا البروس اللي فات محدش خدها انا اللي حليته انت مظبوط بس محدش خدها كانت حاجه كاونتر اكزامبل اللي تقول في ناس كانت بتثبت انها صح فاضل اثنين اختار منهم واحده بونص ولا احل الاثنين؟ بونص اختار واحده منهم بونص؟ اختار واحده يعني اللي جاي دي شبه اللي فاتت هناخدها بونص صح؟ واحل انا اللي بعدها احل اللي بعدها كده خالص ست Prove that F N is poster mod N. Then. N square is common to 1 mod 8. طبعا هي بروفن يا صح اخر سؤال بيقول ايه شوزت ده سؤال جميل شوزت لو ال n divides ال m لو ال n divides ال m where ال n بحيث ان ال m وال m اكبر من 1 and if ال a is congruent to b modulo m then ال a كونجرنت تو بي مود انا برضه في معلومه مش عارف تقولها ولا مع ان حضرتك حضرتك اللي فات ده لما كان بيثبت اللي هو اللي هو ديفايد باي 5 لو انا عندي ال A ديفايدز ال B يبقى كل فاكتورز ال A ديفايدز ال B ولا لا؟ لو ال A او ال B لا لو ال A ديفايدز الفاكتورز اللي هم زي ايوه ايوه الست لاج ماشي لو ال A ديفايدز ال B مش معناه ان كل فاكتورز الاي برضه ديفايدز بي طيب يعني ايه فاكتور تعالى اعمل لك كده لو مثلا بيبقى 8 على 2 مثلا استنى بقى ده بقوس بقى عشان كل حاجه ما اعرفش اضرب اصل ممكن اصعب هي دي معناها ايه؟ ان البي بتساوي كي في ايه؟ بالظبط فك بقى دي حط الفاكتورز بتوعك صح هيبقوا شويه انتجرز في بعض طلع اي انتجر وخد البي اضربه بقى انتجر في كي صح؟ مش كده؟ غير ما اكمل بقى يبقى لو حطيت لو سمينا فاكتورز الاي اي سب 1 اي سب 2 اي سب 3 ضربهم بالاي خلاص قصدك ايه فاكتورز الاي؟ فاكتورز كل الارقام اللي بتبايت زي كي حلو كده؟
جميل بقى. مش معنى الفاكتورز عشان انا عندي ايه تفايلز البي يبقى البي ملتقي من الايه والايه فاكتور من البي. يبقى انا لو عندي الارقام اللي بالديفايدز الايه كمان يبقى مش بسيطه بسطال مش العلامه دي الديفيجن ترانسفير. فانا عندي فاكتورز الايه بالديفايدز الايه والايه بالديفايدز البي يبقى فاكتورز الايه بالديفايدز البي. بص بقى دي انا بقى بقول لك دي ليه عشان دي شبهك. بص بقى دي هنا بيقول لك ان الام ديفايدز الام ادي معلومه عندي بقى الـ A is congruent to B modulo M وعايز أثبت إن هي congruent to B modulo M. يعني يعني ينفع استنتج من دي دي إمتى بقى؟ لما تكون M ديفايدز M هتلاقي في علاقة بين دي اللي قلتهم شوية. لأن الـ M ديفايدز M يعني الـ M فاكتورز من M. أنت لو عندك A modulo M يبقى modulo الفاكتورز بتوع تعال بقى نثبتها. تعال بقى نثبتها. أنا نثبتها صح؟ فكده بونص. ايه؟ على فكرة مش صعبة يا سهلة. بص بقى. اه تعال نبدأ من هنا. تعال نبدأ من هنا. دلوقتي انا عندي من الـ A is congruent to B modulo M. ده معناه ايه بقى؟ ان الـ M divides A. احنا عايزين بقى نوصل لايه؟ ان الـ M هي اللي بتديفايدز A minus B. حد ربط ده بتحب منه ولا لسه؟ ايوه. تربط؟ A اللي divides الـ M. M divides ده يبقى N divides ده. أيوة يبقى N divides ده. مجرد إنك تشيل الكونجرونس وتحط ال هتطرحهم وتعملهم مود نكتب بالديفينيشن بتاع الكونجرونس يعني. أنت عايز نشتغلها إزاي؟ بس أصلا أنا فكرت ده الديفينيشن فوق معاك كمان. فوق الثانية. الثانية يتفكك خلاص. أنا عايز أثبت دي. تمام تمام. لا مش هفك دي. هنعوض بالإم. ممكن أنا عايز أثبته. أعوض الإم بالفاكتور بتاعي. أنا عندي N divides الـ M ده معناه إيه؟ إن الـ M بتساوي مثلا K K2 ودي كمان يبقى A ناقص D هنلاقي K2 K1 ده معنى ايه بقى؟ ان انا اقول له هنا ان يعني K كل رقم انتشر ايه K2 انتشر تاني ايه السلسلة دي؟ لو عندي M ديفايدز M مش يبقى M بيساوي انتشر في الـ في الـ M في الـ M مش كده ده؟ بقول لي ايه Q قلت له ايه K معلش يا سيدي انا اللي معلش يبقى الـ A ناقص D هتساوي مش هي Q1 في M عوضنا من M بالفاكتورز ايوه يبقى K1 في K2 في يبقى استنتج من كده ايه بقى؟ كونجرونت ان N ديفايدز N ديفايدز الطرح يبقى A و B is congruent لبعض modulo N. اذا يبقى A is congruent to B. بس على فكرة أنا شايف ده مش لازمة لأن إحنا خدنا إن الديفيجن ترانسفير فأنا كنت أقوله على طول N divides M M divides A minus B يبقى مش كده أفضل؟ أنا يعني أشهر بس أنا قلت لك في بالك بالتفصيل الممل يعني تمام؟